الأسبوع ده موضوع الإنجيل عن الابن الضال، والمثل الجميل بتاع الابن الضال فيه كده شوية نقط جميلة نقف عندها نتعلم منها، وهي إن الابن الضال طول فترة غربته وبعده عن أبيه في العبودية المرة هي اللي خلته في وقت من الأوقات يوصل للتفكير لما يقول لأبوه اجعلني كأحد أجرائك. يعني شوف، هو من نفسه أبوه ما قالوش الكلام ده، ده هو في تفكيره وصل لهذا المستوى، إن لما شاف الذل والمر في الوضع اللي هو وصل إليه ابتدى يقول أنا يعني حتى ما استاهلش أبقى أجير عند أبي. ولقى إن يعني لقمة الخبز الفاضلة من الأجير أفضل من عيشة الذل والهلاك والعبودية والبعد عن حب الآب، محبة الآب. وعايز اقول لكم حاجه هنا، ان المثل ده لما قاله السيد المسيح قال انسان كان له ابنان. الانسان هنا يرمز لمين؟ يرمز للابن الكلمه المتجسد، عشان كده قال انسان. انسان هنا معناها التجسد، فهنا شخص الاب. وبرضه في عوده الابن لما بيقول لم يزل بعيدا، يعني ايه بعيدا؟ دي مش بعد المسافه بس على فكره، ده كمان بعد الـ يعني الوضع بتاع الابن، كان لسه في حالة المذلة والعبودية، كان لسه في هذه الحالة الأب حن إليه وقعد عطف عليه ودعاه للرجوع. الحلة الأولى دي بترمز للمعمودية، واللي عن طريقها بيلبس الإنسان المؤمن الحلة الأولى. الخاتم ده رمز للسر الميرون، رمز للختم اللي بياخده الإنسان في المعمودية. الحذاء بيرمز للقوة والمساعدة على المشي في إثر المسيح. العجل المسمن هنا هو الطبيعة البشرية الثائرة التي ذبحت احتفالا برجوع الابن الضال. فرجوع الابن كانت له فرحة وله بهجة جميلة، وذبح العجل المسمن ترحيبا بعودة الابن.